رحت فين؟ هو بيعد اهو، هو بيعد اهو. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي باشمهندسين، يبقى احنا وقفنا فين لحد دلوقتي؟ وقفنا فين لحد دلوقتي؟ ان احنا عرفنا البايبس. تمام، في حاجه لسه، في اتنين ناقصين لنا، الجنكشن والتانك. تمام، شايفين المكتوب على السبوره ده اللي انا كاتبه ده يا باشمهندسين؟ واحنا قلنا الجنكشن دي بندخل لها ايه وايه؟ ديماند وليفيشن. تمام، طب معلش، الديماند عند كل جنكشن اهو في المتر كيوب بير دي، عايزين ندخل كل واحد لكل جنكشن. تمام، وعايزين ندخل لها ليفيشن، يبقى ده الانبوت بتاع مين؟ بتاع الجنكشن. طيب خمسة باربعة. تمام، طيب باشمهندسين، عايزين بقى نلم الكلام ده كله في مكان، في اوردر كده انا قلت عليه ومش عارف الناس خدت بالها منه ولا لا. شايفين الديماند كنترول سنتر في مين؟ تولز ديماند كنترول سنتر. اقول اوكي، لقط لي مين هنا؟ لقط لي مين؟ الجنكشن بتاعتي هون، عشان مدخلها امبارح فباين. تمام، عندكم انتوا بصفار، انا هصفر اهو، جلوبال ايديت صفر، اوكي. تمام، ده فليكس تيبل برضه يا باشمهندس. ده مين؟ لا ده ديماند كنترول سنتر. ما هو فاضي عشان احنا لسه ما دخلناش حاجه. لا ما باشمهندسين، ماشي هعملها تاني. تولز ديماند كنترول سنتر، يس. هعمل ايه يا باشمهندسين؟ نيو انا همسح الكلام ده كله. تمام، زي اللي عندكم كده. تمام، هعمل ايه بقى؟ انيشاليز ديماند فور اول اليمنتس، ادوس اوكي، هيلقط لي مين؟ جاب لي مين؟ الجنكشن بتاعتي. تمام، يبقى انا هو مش شايف الجنكشن، انا قلت انيشاليز، هو لقط الجنكشن الموجود. طيب تمام، عندي جنكشن 1 جنكشن 2 ولحد 8، هل ينفع اعمل لهم سورت؟ انا هعمل كده مثلا سورت واقول لهم ديسندنج، بدالي من فين؟ من 8 ل 1. انا عايزهم من كام؟ لا من 1 ل 8، هرجع تاني. يبقى احنا عندنا اوردر اسمه ايه؟ سورت. اقدر ارتبهم ايه؟ الاي دي، الاي دي لا ده مش هيفرق في حاجه، انت اهم حاجه عندك الليبل. تمام يا باشمهندسين، يبقى احنا رتبنا مين؟ الجنكشن. طب عايز ادخل بقى مين؟ الديماند بتاعتي، شايفينها اللي في الجنب دي؟ عايزين ندخلها بقى لكل واحده. اول رقم ده كام؟ 266. باشمهندسين، باشمهندسين هو فين؟ انا هقفل ده. هو راح فين البرنامج اللي بيسجل؟ تحت هنا صح؟ تمام باشمهندسين، وانا هعرف منين الديماند؟ سؤال مهم. بتتحسب من فين؟ مش سيكشن ميثود، هو اللي هو الديفايد ده اللي بيعمل مساحات. باشمهندسين، ده الحاجة التانية في الكاد، ان احنا هنعمل ايه؟ باشمهندسين، احنا عندنا شكل المدينة عاملة ازاي؟ وليكن بلوك كده. تمام؟ المواسير بتاعتي ماشية ازاي؟ بايبس. ماشية كده. أي حاجة، تمام؟ دي إيه؟ جنكشن، دي جنكشن، وهكذا، كل كروس سكشن بمين؟ جنكشن. فاكرين لما كنا بناخد في الخرسانة العمود ده عليه لود جاي من فين؟ اللود ده كام؟ نفس الفكرة، أنا بعمل إيه؟ باجي من الجنكشن دي والجنكشن دي بعمل إيه؟ بقسم الأريا. يبقى الأريا دي بتخدمها مين؟ الجنكشن دي، واللي بعديها، واللي بعديها، واللي بعديها، وهكذا. يبقى أنا هعمل إيه؟ أقسم المدينة بتاعتي أريات صغيرة، وكل أريا يخدمها مين؟ جنكشن. معايا الأريا كلها. ومعايا مين؟ أنا عايز أحسب مين دلوقتي؟ عايز أحسب دينستي. دينستي. تمام؟ الدينستي دي أحسبها إزاي؟ أنا عايز أقول الجنكشن دي هتخدم أريا معينة. تمام؟ فأنا قسمتها مين؟ أريا. يعني أنا قلت الجنكشن دي بتخدم الأريا دي. أعمل بقى شيت إكسل لطيف ظريف كده صغير.
وادخل قدام كل جنكشن الاريا اللي بتخدمها. حد عنده مشكله؟ يبقى معايا مدينه رسمت الشبكه حطيت الجنكشن قسمت حوالين كل جنكشن الاريا بتاعتها. في مشكله؟ المفروض تبقى مجموع الاريات دي كلها مجموع مين؟ اريا توتال. اريا توتال تمام. هعمل اكسل كده ظريف جنكشن 1 جنكشن 2 جنكشن 3 نعملها هنا. يبقى انا هفتح الاكسل بتاعي تعمل ايه؟ قطر ايه؟ انا عايز الديماند. وهل انت قطر ده صح؟ ما هو انت لو سلمت لي يبقى انت مؤمن ان القطر اللي انت دخلته ده صح، ويبقى الديماند اللي هيتسحب من المنطقه دي صح. انت معاك الديماند اللي هيتسحب من المنطقه دي؟ انت لسه هتشوف، لسه هتشوف. انت كل ده بتعمل تراي اند ايرور تمام. مش منسين معايا خطوه خطوه. احنا كل ده بنعمل ايه؟ عايزين ندخل الديماند لمين؟ للجنكشن. انا هنا حاسب الديماند على طول فهنحطها في الديماند كنترول سنتر. طب هي الخطوه دي جت من فين؟ يبقى انا هفتح الاكسل شيت تمام، واقول جنكشن جنكشن 1 جنكشن 2 تمام، واشد الخط بتاعي وليكن لحد جنكشن مثلا 8 زي عندنا. حد عنده مشكله؟ طيب هحط قدام كل جنكشن الاريا بتاعتها، هسمي دي اريا والاريا دي بالمتر مربع، متر مربع تمام، واقول الجنكشن واحد مثلا بتخدم اريا وليكن 50 متر مربع، اللي بعديها 60، اللي بعديها مثلا 70 80 90 100 110 120 وهكذا تمام يا باشمهندسين. يبقى قدام كل جنكشن عملت ايه؟ قلت الاريا اللي مين؟ اللي بتخدمها. كل واحد فيكم واخد مين؟ واخد دينستي تمام؟ الدينستي دي عباره عن ايه؟ كابيتال لكل مين؟ هكتار. هتحول كابيتال كل هكتار لكابيتال كل متر مربع، لان انت حاسب الاريا بالكام؟ بالمتر مربع. هتيجي فوق هنا كده وتقول دينستي. من الكاد الاوردر بتاع اريا على الكاد تمام. انت هتقسم وتحسب الاريا لكل جنكشن. هي ده المشكله في الحته دي، انت بتاخد وقت في ان انت تقعد تحسب الاريا بتاعت كل جنكشن. بس ما بحيث ان عشوائي يعني بص ما بين كل جنكشن والثانيه افصل ما بينهم، كانك انت بتعمل اللي هي ايه متوسطات بالظبط من السنتر للسنتر تمام. باشمهندسين كل واحد فيكم واخد كيو واخد دينستي تمام. لو فتحنا المشروع بتاعنا واجي في الاخر هنا الجدول بتاعنا الكبير، كل طالب فيكم واخد مين؟ الدينستي. الدينستي دي عباره عن ايه؟ كابيتا بير هكتار تمام. في 500 في 495، يبقى كل واحد فيكم ليه دينستي مختلفه تمام. طب دي كابيتا بير هكتار، انا عايز اخليها كابيتا بير ايه؟ انا حاسب الاريات بتاعتي بالايه؟ متر مربع، عايز اخليها كابيتا بير هكتار، يبقى اقسم على كام؟ على 10 اس 4 تمام. وليكن انا اخد اكزامبل كده ابو 500 ده، روح على الاكسل شيت بتاعي الدينستي بتاعتي بكام؟ 500 ايكوال 500 على 10 اس 4 تطلع كام؟ 0.05. خلاص الدينستي بتاعتي ثابته، اقوم شادد الخط بتاعي تمام. يبقى انا عندي كل اريا كل جنكشن قصادها اريا، وكل اريا قصادها مين؟ الدينستي ثابته. طب دلوقتي انا عايز احسب ايه دلوقتي؟ عايز احسب ديماند، والديماند ده كان بيتكون من ايه؟ كيو كبيرة بتساوي population في كيو مين؟ كيو صغيرة. طب دلوقتي أنا عايز أحسب الكيو، عايز أحول الدينستي دي بقى لمين؟ لpopulation. مش هي الكابيتا بير تمام؟ دلوقتي عايز أحسب البوبيوليشن، أحسبها إزاي؟ الدينستي في مين؟ في الأريا. عملت خانة جديدة سميتها مين؟ population. طب والpopulation دي بتساوي مين؟ الإيكويشن بتاعتي الأريا في مين؟ في الدينستي. طلع معايا كام؟ طبعا الرقم ده على اساس لا الاريا بتبقى كبيره تمام؟ هو الرقم ده مش الايكويشن؟ مش مهندسين عشان تكتب ايكويشن على الاكسل لازم تبتدي بعلامه يساوي.
فانا اقول لي شيفت او مش شيفت يساوي على طول قمت دايس على مين اول خانه واقول شيفت زائد وادوس على تاني خانه انا بضرب مش بجمع سوري يا باشمهندس انا بضرب في انتر عمل ايه حسب لي الكلام ده هقعد اعمل بقى لكل الكلام ده لا انا هشد الخط بتاعي تمام دبل كليك على المربع ده حسب لي مين البوبوليشن ايه الدينستي كل واحد فيكم واخد دينستي 500 مثلا كابيتا بير هكتار الاريا اللي انا حسبتها بير ايه متر مربع يبقى احول الدينستي دي خليها بير ايه متر مربع تمام فهي 500 مثلا وليكن على سبيل المثال 500 عايز اخليها بالمتر مربع اقسم على 10 اس 4 جبت الدينستي بتاعتي تمام طب الدينستي دي وحداتها ايه كابيتا كابيتا بالمتر مربع دلوقتي طب انا عايز اجيب بقى الكابيتا اضرب الدينستي في مين في الاريا حسبت مين بوبوليشن طب مش وانسين هل انا برضه عايز البوبوليشن لا وانا عايز مين الديماند نعمل خانه ثانيه اسمها ايه ديماند واليونتس بتاعتها متر كيوب بير دي قول اوكي الديماند ده كنا بنعمل بنحسبه ازاي بقى علامه اليساوي الجميله بتاعتنا كنا بنحسبها ازاي الديماند اللي هو كان البوبوليشن 1.8 البوبوليشن في فين البوبوليشن كيو افريج كيو افريج تمام معلش معلش هعمل خانه هعمل خانه بالظبط كده اسكيب هعمل خانه هنا اسميها كيو سمول تاني كنترول زد كنترول زد شايف دي انا بسجل شايف دي معلش انا نسيت الخانه بتاعت كيو سمول ما انا عايز ادرب كلهم في بعضيهم عايز يبقى الجدول ماشي منطقي اعمل ايه من فوق كده كليك يمين بعمل حاجه اسمها انسيرت يضيف لي خانه جديده في النص تمام طب الخانه دي عايز اسميها ايه كيو سمول افريج اليونتس بتاعتها انا عايز اخليها متر كيوب بير كابيتا بير دي معلش مش باينه اقوم شادد الخط ده كده على جنب نيجي ناخد الراجل اللي احنا خدنا الدينستي بتاعته 500 الكيو اللي قصادها كانت كام؟ كانت 200 200 لتر بير كابيتا بير دي احنا عايزينها بالك ايه؟ متر مكعب عايزين نحولها تبقى كام؟ 0.2 الكيو افريج دي ثابته لكل طالب ولا لا؟ ثابته لكل واحد فيكم؟ ثابته كل واحد فيكم هيمشي الكيو افريج دي ثابته يبقى مين؟ دبل كليك الجميل بتاعنا على المربع ننزلها كلها تمام؟ طيب عند الديماند بقى اللي يساوي الجميل بتاعنا ايكوال ايه بقى؟ 1.8 في مين بقى؟ بوبوليشن في مين؟ كيو سمول افريج ودوس اوكي حسب لي الديماند ولا لا؟ اوكي هاجي على المربع اللطيف الظريف الجميل بتاعنا هعمل ايه؟ دبل كليك الجميل حسب لي مين؟ الديماند كله تمام؟ حد عنده مشكلة يا باشمهندسين؟ باشمهندسات لازم تحط ايكوال في البداية خالص ايكوال اختار الرقم اختار المربع بتاعك
باشمهندسين حد عنده مشكله؟ باشمهندس وانا بكتب ازاي الكلام الصغير دي بكتب تحتها ازاي؟ ليه؟ عاوز اكتب الافريج تحت اعملها ازاي؟ زي ما انت عملتها بس تمام باشمهندسنا الناس اللي بترد على التليفون والله ما ينفع كده والله ما ينفع ناصف انا عارف سكشن 9 باشمهندسين مشروع يا عم صل على النبي بقى باشمهندسين الناس عرفت الديماند يبقى هي اصعب خطوه في الحته دي بس ان انا بقسم الاريا واحسب الاريا لكل لكن وانس ان انا حطيتها في العمود بتاعها هو ايه دبل كليك العمود بتاعنا جميل ايه لا انت اللي هتقسم انت هتعملها كده تمام انت هتجيب كل جانكشن تشوف الاريا اللي حواليها وتحسبها وتحطها في الجدول الظريف اللطيف ده انا مديها لك جاهزه هنا في المشروع انت هتعمل كده انت معاك الباوندري بتاعت المدينه ومعاك الشبكه ومعاك الجانكشن اقعد بقى قسم ارسم خط واحسب الاريا دي قد ايه وحطها في الاكسل شيت بتاعك يعني الشغلانه دي الحسبه دي ممكن تاخد لها نص يوم يوم وربع يوم ونص على حسب انت بتسهر يبقى تخلصها في يوم وهكذا ايه اكيد طبعا اكيد ما انا مش هقول لك هتطلع الاريا اكزاكت قوي بس تبقى قريبه ما تطلعش فرق كبير ليه على صوتك ولا مصطفى انا مش سامع صوتك متر كيوب بردي لا انا بص هنا عشان الاريات صغيره دي ما فيش اريا 50 متر مربع الاريات هتبقى كبيره تمام هو هنا إري... ولا تزعل نفسك هو الفايل ده دايناميك يعني انا لو غيرت اي رقم فيها هيغير هناك تمام خليت دي 500 حصل ايه الديماند اتغير فالاريات انت هتطلع معاك الاريا كبيره ما تقلقش من الارقام دي تمام ايه قسمها بالكاد لاين وقيس الاريا بتاعت عندك امر الاريا شوف ابتدي من نقطه وشوف الاريا دي كام بس تمام باشمهندسين اعرف انت بتاخد اسمها ديفايد اللي هي بتقسم كل جحش سمعت عنها ده اسمه تايسون بيرج ده التقسيم بس ده معقد ده اسم ماشي الكلام ده رخم باشمهندسين الناس معايا قسمنا الديماند حد عنده مشكله طب دلوقتي هل انا هدخل رقم رقم على الووتر جيمس لا هعمل ايه بقى هاخده ازاي انا اللي اقول صح مش عارف بقى انت مش عارف في شغل من شويه ولا شغل اكل اه سنجاري بقى وكده باشمهندسين شايف الاصفار دي اهم حاجه احنا عاملينها ازاي في الاكسل عاملينها جانكشن 1 2 3 4 لازم اعمل هنا ايه سورت لازم اخليها نفس الكلام جانكشن 1 2 3 4 عشان لما اجيب كوبي بيست يبقى هو ده الرقم الصح تمام يبقى انا لما كنت بسمي ايه لغرض ان انا عشان لما اجيبها كوبي بيست تنزل نفس الارقام هنا طب انا باشمهندسين هرجع على فايل اكسل تاني شايفين المربع الظريف اللطيف ده الديماند معلش انا اخلي الرقم زي ما هو هعمل ايه هنا كده اخترت الرقم ده او اخترت مربع ده هعمل ايه كنترول سي كنترول سي تمام اروح على الووتر جيمس بتاعي وادوس على اول خانه فوق واقول كنترول في ايه اللي حصل تاني جلوبال ايديت بعد ما حددته بعمل ايه زيرو هروح على الاكسل ده اهو تمام باشمهندسين على الاكسل اسكيب حددت اهو الديماند بتاعي تمام كنترول سي اللي هي كوبي تمام روح على الووتر جيمس اول خانه فوق هم دايس عليه وقول كنترول في عليه نزل لي مين نزل لي الديماند قصاد كل مين بدل ما انا اعمل ايه كل واحده اشوف دي كام واروح الاكسل واجيب الرقم ده اهم حاجه في الموضوع ده السورت ارتبها جانكشن 1 2 3 لازم هنا يكون ايه 1 2 3 تمام يا باشمهندسين جبنا ايه القايمة دي
tools demand control center. تمام؟ اقول يس فتح لي مين القايمة دي. حد عنده مشكلة مش منسين؟ مهندس وانت مش قلت المرة اللي فاتت ان مظبط الوحدات الاول اللي تزبط معنا يعني هي رجعت عندي لتر برسك. لا دي كل حاجة لها يونتس وحدي ملاش علاقة باللي احنا لا ملاش علاقة اللي احنا زبطناه في البداية بالظبط. لازم تظبطها قبل ما تعمل الكنترول في. انا امسح واعملها تمسح تظبط اليونتس وترجع تحطها تاني. مش منسين حد واجهته مشكلة في اليونتس؟ الكيو اللي عندك الديموند فوق دي ديماند دي الترقيم بتعمل ايه هنا؟ شايف الليبل؟ كليك يمين سورت اسيندنج عشان انت عندك مبادئ من 25. انت ما عملتش ليبل ليبل مش انا قلت بنبتديها مش انا قلت دي واحد ودي اتنين ازاي دبل كليك على دي هيظهر لك الليبل هتلاقي عندك 25 تدوس عليها كده خليها جي فاصله 1 او امسح الواحد دي خليها امسح ال 25 خليها واحد وامشي معاها تمام. طب باشمهندسين لو انا عايز اعمل بقى مش عايز اعمل الكلام ده عايز اعدلها كلها اعمل ايه؟ شايفين الباي تيركس ده اخش على مين؟ على الجنكشن تيبل واقول له اوبن فتح لي مين؟ الجنكشنال. طب لو عايز اعدلها او عايز اخليها تبتدي بحاجه تانية اعمل ايه؟ او عايز اغير الترقيم ده كليك يمين ريليبل. الراجل اللي معايا عمر سيبك من اللي انا قلت لك عليه رتبها اسندنج تمام؟ تعالى على الليبل ورتبها اسندنج. انا هبوظ الريليبل بتاعي خليه مثلا يا سيدي احمد قول اوكي تمام. انا بوظت الليبل بتاعي بص شايف كتب ايه احمد 1 2 3 4 تمام. عايز ارجع اظبطها تاني او عايز اخلي مثلا اللي عندك يبتدي من واحد هعمل ايه؟ هعمل سورت اول حاجه سورت اسندنج تمام. وبعد كده هدوس على ريليبل واقول ري نمبر واخليه يبتدي لي من جنكشن فاصله بس. هو هيقول لي ايه؟ الانكريمنت واحد يعني هو هيزيد على كل واحد واحد. طب هو هيبتدي من كام؟ من واحد. واقول له اوكي حصل ايه؟ جي فاصله واحد جي فاصله اتنين وهكذا تمام؟ ادي بس في السريع تاني كليك يمين ريليبل شايف الكلام ده المربع ده؟ عامل حاجة اسمها ري نمبر واقول البريفكس. البريفكس ده اللي هو اختصار الجنكشن اللي هو جنكشن فاصلة. انا مثلا عايز اسميه اسمك ايه؟ مين؟ سؤال صوتك ايمان. ايمان انا هسميه ايمان. ايمان فاصلة تمام واقول اوكي. عمل ايه هنا؟ ايمان فاصلة واحد ايمان فاصلة اتنين. طب انا عايز ارجع اعدله تاني معلش انا مش عايز ايمان عايز ايه جنكشن معلش يا ايمان. هعمل ايه؟ تاني ري نمبر البريفكس بتاعي جي فاصلة وقول اوكي عمل ايه؟ رتبها لي تمام. بس اهم حاجة انه يعمل ايه سورت تمام؟ عرفنا ازاي بندخل الديماند؟ حد عنده مشكلة في فايل اكسل؟ هو ليه مديني الفيجن كله صفر؟ مش بس ما دخلناهوش من لا 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 الاوتو من فين؟ عشان معانا انت مدخل خلفيه مش شايف؟ باشمهندسين باشمهندسين ناقصنا مين تاني؟ الليفيشن. احنا دخلنا الديماند تمام؟ طيب انا دلوقتي فتحت الخلفيه بتاعتي وجيت على الجنكشن دي ولقيت ان تحتيها كام؟ السبوت ليفل اللي قاريه 20 ونص. فبعمل دبل كليك على الجنكشن وروح على الاليفيشن وادخل مين؟ ال 20 ونص بتاعتي تمام؟ هل بقى انا هعمل الكلام ده لكل جنكشن؟ طب فرضا انا ما رسمتش على السبوت ليفل ده انا رسمت على حاجه هنا في النص صح؟ مش الجنكشن 5 بين 21 ونص
21 و8. طب ده ادخلها كام؟ هتقول لي انا هعملها ايه اسمها بيسموها ايه انتربوليشن. طب لا انا لو جانكشن صغيره كده ممكن اتصرف فيها. طب لو عندي 500 جانكشن هل اقعد جانكشن كل جانكشن احط لها الافيشن بتاعتها؟ يبقى انا هعمل ايه بقى؟ حاجه جديده برضو، حاجه جديده نوبي انت لسه ما تعرفوهاش. فاكرين التيركس؟ التيركس ده اختصار ايه؟ تيرين اكستراكتور. يعني ايه؟ انا بطلع السبوت ليفلز بتاعتي. شايفين السبوت ليفل دي؟ لو عملت حاجه اسمها بروبرتيز على النقطه دي، معلش هو تقيل شويه، لقيت لي مين هنا يا باشمهندسين؟ لقيت الاكس ولقيت الواي. هل هو لقيت الزد دي اللي هي 27؟ لا، يبقى الزد دي مش صح. احنا بقى في المشروع هنديك يا باشمهندس، انا هفتحها لكم وبفكروني ابعتها لكم عشان دي الدكتور صفوت بعتها لي. دي الشبكه بتاعتكم يا باشمهندسين. الموضوع كبر قوي بقى وواسع قوي، تمام؟ الموضوع ده كده العمليه ظبطت بقى. باشمهندسين شايفين السبوت ليفلز دي؟ شايفين السبوت ليفلز دي؟ دي مناسيب. افرض ان انا رسمت حاجه هنا، هقعد بقى اقول دي بين دي ودي، هي اصلا رقم واحد، يعني ممكن اخليها 42 و 93، بس انا لا، انا عايزها اكيوريت، عايز حاجه يعمل هو انتربوليشن، انا مش عايز اعمل انتربوليشن بنفسي. فانا هعمل ايه؟ شايف السبوت ليفل دي؟ كليك يمين، كليك شمال، بروبرتيز. هاجي في الاكس والواي والزد، هلاقي اري مين؟ اري زد. ودي اهم حاجه. السبوت ليفلز اللي محطوطه هنا لازم تكون اريا زد، هي اريا اكس وواي، صح؟ بس لازم تكون اريا مين؟ زد، ما هو الاليفيشن عندي بترجمه لمين؟ لزد، تمام؟ طب انا عايز اخد الزد بقى والسبوت ليفلز دي على مين؟ على الووتر جيمس، عشان هو يعمل انتربوليشن لنفسه واي حاجه ان بتوين هو يوم رزع لها رقم. فانا هعمل ايه؟ هختار مين؟ السبوت ليفل ده. فاكرين السيلكت سيميلر؟ كليك شمال سيلكت سيميلر، هيسلكت مين؟ كل السبوت ليفلز. وهعمل ايه يا باشمهندسين؟ اللون الماجنتا الجميل ده هعمل ايه؟ هعمل نيو. قول له اوبن يا عم ما تخوتنيش، تمام؟ عمل مين هنا؟ صفحه جديده. انا كنت عملتها ايه؟ سيلكت سيميلر، رجع لها تاني. سيلكت سيميلر واقول كنترول سي كوبي، انا عايزها في حته ثانيه لوحديها، واروح للصفحه النيو اقول كنترول في. لا هعمل ايه؟ شايفين الكليب بورد؟ اقول بيست، بيست اتو ايه؟ اوريجينال كوردينيتس. انا عايز نفس الاحداثيات الاكس والواي هنا تنزل لي في مين؟ اكس واي هنا، عشان لما اوديها الووتر جيمس تنزل مين على الاكس واي برضو. فاقول بيست تو اوريجينال كوردينيتس، ظهرت معايا. بنعمل ايه على الفاره دي؟ دبل كليك، ظهر مين هنا؟ السبوت ليفلز كل واحده لمين؟ لوحديها هنا، تمام. البروبرتيز بتاعتي الشيك انها اريا يمين اريا زد، نفس التكست ده اريا يمين كزد، تمام. اسيف الفايل ده ايه بقى؟ دي اكس اف، سيف از دي اكس اف، تمام. 2010. هسمي اللوحة دي ايه بقى؟ سبوت ليفلز. ادوس اوكي او ادوس سيف، تمام يا باشمهندسين؟ حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ يبقى احنا خدنا الليفلز بتاعتنا. أهم حاجة يكون الليفل التكست ده تكست، يعني ده على الكاد ده تكست. أهم حاجة التكست ده يكون قاري مين؟ إليفيشن زد. وانس اري الفيشن خلاص انا همسك واحده سيلكت سيميلر اوديها في صفحه لوحديها، تمام، واسيبها از دي اكس اف 2010 واسمي اللوحه دي اسمها ايه؟ سبوت ليفلز، تمام. طب انا عايز اوديها على مين؟ على الووتر جيمس. الامر اسمه ايه يا باشمهندسين؟ تيركس، اللي هي اختصار تيرين تقريبا اكستراكتور، تمام. ادوس على التيركس بتاعي واقول للداتا سورس بتاعي ايه الفايل اللي انا عايز ادخله له؟ دي اكس اف مين؟ بوينتس، تمام؟ الناس معايا؟ لما يقول لي الداتا سورس تايب دي اكس اف بوينتس، طيب فين الفايل بتاعك؟ اقول له براوز
انا كنت سايبه فين؟ ديسكتوب بروجكت سبوت ليفلز تمام، واقول له اوبن، سيب دي انون زي ما هي، السبيشال ريفرنس هو ليه ريفرنس زي ما هو، سيبه زي ما هو تمام. طب الاكس والواي اليونتس بتاعتها بالايه؟ بالميتر. هتحولها على صوت. عملنا ايه تاني؟ شايف التيركس ده؟ ده اوردر او حاجه جوه اوبشنز ان انا احمل ليفلز او اليفيشنز تمام. دوست على التيركس اوكي. الداتا سورس تايب اختارها ايه يا باشمهندسين؟ دي اكس اف بوينتس تمام. طب فين الفايل بتاعي؟ براوز سبوت ليفلز، اقول له اوبن، لقط مين؟ التريس او التراك بتاع الفايل بتاعي تمام. طب اليونتس، ثواني قبل اليونتس في بيقول لي سيلكت اليفيشن فيلد، هل البوينتس اللي انا عايز ادخلها دي هدخلها على هيئه ايه؟ لو فتحت هنا هلاقي ايه؟ كولر انتيتي هاندل لاير، لا انا عايز ادخلها ايه؟ اليفيشن. هم اختار مين؟ اليفيشن تمام. يبقى البوينتس اللي انا مدخلها له دي هو يريها مين او يراها ايه؟ اليفيشن. طيب معلش الاكس واي يونتس هل هي بالفيت؟ لا معلش هي بالمين؟ بالميتر. والزد بالميتر. بس كده يا باشمهندس. واقول له مين؟ نيكست. هو هنا عشان الفايل هنا غير الفايل اللي انا جايبه له، فهقول له اكس، لكن في المشروع عندكم هيعمل ايه؟ هيلقط مين؟ هيلقط الاليفيشن تمام. حد عنده مشكله؟ انت مش هتكتب، انت شايف ده، هتختار مين؟ اليفيشن، وتعدد اليونتس بتاعتك وتقول نيكست اوكي. هيقول لك ان هو عن لقط كام جانكشن، والجانكشن دي نسبها الاليفيشن. تيجي تفتح الاليفيشن تلاقي مكتوب عنده، وتفتح الجانكشن تلاقي مكتوب قصادها مين؟ الاليفيشن بتاعها تمام. طب لو عايزين نشوفها في المشروع بتاعنا هنخرج بره الحته دي عشان نشوفها. مش مهندسين بفكروني اديكم الفايل اللي هو الدي اكس اف بتاع البوينتس ده تمام. دي مثلا المشروع يا باشمهندسين تمام. باشمهندسين خليك معايا، خليك معايا. اللهم صل على النبي. مش شرط تكون حقيقيه عادي يعني. دكتور صفت قاعد يتفنن وعمل لكم مدينه ومزارع، شايف الحته الخضراء دي؟ مزارع والدنيا حلوه، وادي ميدان اهو، فالدنيا حلوه يعني، وشوارع نظيفه وواسعه. تعامل بقى تمام. ايه؟ لا انا مديك دي البيز ماب بتاعتك، انت هتحط بقى الشبكه بتاعتك، ترسم الشبكه. اما انا كنت بهري في ايه؟ مش انا جبت حاجه صغيره ورسمنا حواليها الشبكه؟ انت هتعمل ايه هنا بقى؟ هترسم الشبكه بتاعتك تمام. هي صغيره. انا جبت لك، شايف انت؟ بص باشمهندسين، شايفين انت المربع الصغير ده؟ ده اللي انا خدته المثال بتاعه تمام. انتوا هتتعاملوا مع مين؟ مع المربع الكبير ده كله تمام. شايف انت الثمانية جانكشن دول في حتة دي؟ تخيل انت بقى في كل ده هنا، ما شاء الله بقى تمام. مش مهندسين الناس معايا؟ مفيش تحويل. لا خلاص انت كده دخلت دخول الحمام مش زي الخروج. مش مهندسين يلا عشان نخلص، الساعة بقت 2:30. مهندس وانا مرسم ايه؟ يا ابني هو ده كلام؟ هو انا اديتك مبنى هاي رايز 60 دور وبتاع وقلت لك خش تعمل احسن؟ ماشي. انا مش هرد عليك. باشمهندس الماب دي هرسم كل المواصيل بتاعتها كلها تبقى مين؟ كلها تبقى مين؟ تمام؟ باشمهندسين الناس فهمت التيركس؟ حد عنده مشكلة في التيركس؟ حد عنده مشكلة؟ يبقى باشمهندسين انا مش يعني هي سهلة. انت مجرد ما هترسم الشبكة بتاعتك انت اديت له سبوت ليفلز، هو بيعمل ايه؟ انت رسم جانكشن بين تو سبوت ليفلز، هو قراهم خلاص اليفيشن، هو هيعمل ايه؟ انتربوليشن، وهينسبها لاقرب اليفيشن. تيجي تفتح مين بقى؟ اللي هو التي اللي هو اللي هو الفليكس تيبلز في الجانكشن، هتلاقي قصاد الاليفيشن هو قراها مين؟ او قصاد الاليفيشن هي كانت صفار هيقراها مين؟ ارقام تمام؟ ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هو هيقراها لوحده. هو هيقراها لوحده تمام.
حد من الحتة دي مش مريحة؟ حد شايف ان الحتة دي ممكن يعملها مشكلة؟ طب باشمهندسين خلي حتة التيركس دي في الاخر نرجع لها لو حد مش متأكد انها هيقراها نخلص وبعد كده نرجع لها تاني. ناقص لنا حاجة واحدة في الجنكشن لحد دلوقتي لسه ما دخلناهاش. اخ حد دخل الحاجات دي؟ الناس تدخل الارقام دي باشمهندسين. ديماند كنترول سنتر وتدخل او تدخل ايه؟ ديماند كنترول سنتر تدخل الديماند والفليكس تيبل وتدخل مين؟ الاليفيشن. تمام بسرعه. الديماند ده ثابت ولا متغير؟ الديماند ده ثابت ولا متغير؟ المفروض ان هو يكون ايه؟ ان هو يكون متغير. فاكرين الهيدروجرام بتاع اول شيت بتاعنا الجميل اللطيف ده ايام الزمان الحلوه دي؟ باشمهندسين فاكرين الهيدروجراف؟ فاكرين الكيرف ده؟ تمام؟ اللي انا كاتبه ده ايه؟ ايه اللي انا كاتبه ده؟ الديماند ده ثابت فيكسد ولا متغير؟ الديماند ده ثابت مع الزمن ولا متغير مع الزمن؟ متغير. المفروض ان هو متغير بس انا كاتبه ايه؟ ثابت. تمام؟ الووتر جيلز ده فيه تو اوبشنز، يا اما انت ترن ستيدي ستيت. يعني ستيدي ستيت يعني الديماند ده ثابت مع الزمن، يعني في الساعه الاولانيه هتديله 3500، في الساعه الثانيه هتديله مين؟ 3500، الساعة الثالثة وهكذا. الكلام ده صح؟ لا. فاكرين الهيدروجراف بتاعنا؟ تمام؟ كان الديماند بثابت ولا متغير؟ وعشان كده ظهر حاجة اسمها ايه يا باشمهندسين؟ الباترن. ظهر حاجة اسمها ايه؟ الباترن. ان الباترن ده ان الفلو بتاعي او الديماند ده متغير مع مين؟ مع الزمن، متغير مع اليوم. تمام؟ الديماند ده مش ثابت. انا هنا بعمل موديل للي بيحصل في الحقيقة. هل استخدام الناس للميه ثابت مع الزمن ولا الصبح غير بالليل غير اخر النهار غير في يوم غير في شهر؟ تمام؟ انا بعمل هنا موديل اليوم وبالتالي الصبح غير بالليل، يبقى كل ساعه ليها باترن مختلف. تمام؟ اللي انا مدخله هنا باشمهندسين ده رقم ثابت، لكن في الحقيقه اللي بيحصل الرقم ده مش ثابت، الرقم ده بيتغير مع مين؟ مع الزمن. لا انت في المشروع هتشتغل انت هتلاقي المشروع قاري يا باشمهندسين، لو قريت المشروع شايف extended period simulation simulation دي؟ شايف الجملة دي؟ اهي فين المارك؟ شايف الجملة دي؟ دي معناها ان انت مش هتشتغل سيدي ستيت، انت هتشتغل بطريقة مين؟ اللي هو الهيدروجراف ده او الباترن، ان كل ساعة الديماند بيختلف وبالتالي انت محتاج تدخل الباترن عند ايه؟ عند كل ساعة. يبقى ده الانبوت الثالث والاخير في مين؟ في الجنكشن. يبقى انا دخلت ديماند، دخلت اليفيشن، ناقص لي مين؟ الباترن. طب نرجع تاني، نرجع تاني على الجهاز بتاعنا البرنامج. شايفين كومبوننتس؟ كومبوننتس تمام، باترنز، وادوس عليه ساحب الكلام ده كده هنا. انا كنت معرفها فبالتالي انا همسحها. تمام، دي الشاشه اللي ظهرت لكم صح؟ دي الشاشه اللي ظهرت لكم. تمام، تاني جبتها منين؟ الناس تكتب components pattern، ظهر الكلام ده. تمام، ادوس على مين؟ نيو، ظهر لي مين؟ هيدروليك pattern 1. انا هسميه مثلا انتوا دفعه كام؟ 2018. ما
محمد ناصف، ناصف 2018 بينبر على نفسه مش انا. باشمهندسين دخلنا مين؟ ناصف 2018. طيب عايزين ندخل بقى الهيدروجراف بتاعنا او الباترن بتاعنا. انا كاتب ايه يا باشمهندسين؟ دي الساعات بتاعتي. عندي الساعه 1.62. طب ال 0.62 ده عند الساعه 1 المفروض الديماند يبقى كام؟ هيوم ضارب ال 0.62 وليكن انا عندي الديماند 2600، يضرب ال 0.62 دي بكام؟ 2600. يبقى ده الديماند عند الساعه رقم 1. طب الديماند عند الساعه رقم 2 ال 0.8 ومضاربها في مين؟ وهكذا. يبقى الديماند ماله بيتغير مع التايم. لا دي جيفن في في المشروع يا باشمهندس. ايه؟ هي حاجه شبه البيك فاكتور بس هو ده ديماند بيعبر لي عن تغير الكيو مع التايم. لا البيك فاكتور ده احنا دخلناه اللي هو 1.8 فدي خلصنا منه. ده بيقول لك ان الديماند ده بيتغير على مدار اليوم، ده مش ثابت على مدار اليوم. ما انا هقول لك دلوقتي. فاكرين يا باشمهندسين الهيدروجراف؟ مش كنت بقول لك البيريود بتاعتي من 0 ل 2 ومن 2 ل 4؟ كنا بنحط النقطه بتاعتنا فين؟ في منتصف اللي هي ما بين 0 و 2 كنت بحطها فين؟ عند الواحد اللي هي من فين؟ من الساعه 0 لحد الساعه 2 كان الباترن كام؟ 0.62. هنعملها ازاي هنا؟ تايم ستارت اهي، تايم فروم ستارت تمام بالاورز. هدخل هنا كام؟ نرجع نفتح المشروع بتاعنا هنشوف الباترن بتاعنا شكله عامل ازاي. مش فاكر هي كانت فين. كانت فوق صح؟ الاول اهي دي شايفين يا باشمهندسين؟ هو ده التايم، هو ده الهيدروجراف بتاعي تمام؟ بس ناقص ان انا اضرب الفاكتور في الديماند بس. شايفين من الساعة 12 للساعة 2 كان الفاكتور قصادها كام؟ طب البوينت 4 ده احطها عند ال 12 عند ال 2؟ عند واحد. عند واحد. هو نفس الهيدروجراف اللي احنا اتكلمنا عليه تمام؟ لا مالهاش علاقة. أنت بتوزع الديماند ده على مدار اليوم. تمام؟ واصلة؟ طب أنا هكتب إزاي الكلام ده؟ اللي احنا عندنا في المثال أهو. نعمل إزاي؟ اكسل. ولا مش هزعلك والله. ادي الاكسل بتاعنا. اجي كده في خانه جنبه واعمل التايم بتاعي 1 3 5 7 وامسك كده واكر لحد كام؟ 23 تمام. قصاد الواحد كام يا باشمهندس هنا؟ 0.62 وبعد كده 0.8 وبعد كده 0.97 قول. طيب ملين ايه؟ ما هو انت ارقام مختلفه دبل كليك. هو ده مش ماشي تمام. مش عايزين ايه؟ مش عايزين نستعبط على اخر اليوم. ها 1.32 1.38 1.2. ايه اللي انا بعمله؟ الناس بتطبق معايا ولا قاعده؟ انا شايف منشاوي قاعد والقعده حلوه والناس اللي القعده منصوبه. هجيب لكم حاجه والله، يعني اجيب محمد يجيب كوبايه شاي ولا ليمون ولا اي حاجه والله العظيم. طب الناس تشتغل معايا عشان الكلام ده والله. لو اتزنقتوا فيه مش هتلاقوني، انا في مساحه مش هتلاقوني والله. انا بسجل ما سجلش تمام. 0.89.76.62 باشمهندسين بديت بكام؟ وقفلت على كام؟ زي ما قلناه صح؟ فاكرين لما قلنا هنقف عند الساعة 1 عند كام وامد الخط بتاعي بحيث ان لازم يكون النقطة دي مع آخر اليوم عشان اليوم يكرر نفسه؟ هو ده اللي أنا بقوله دلوقتي تمام؟ عايزين ناخد الكلام ده على مين؟ على الووتر جيمس. فتحت الووتر جيمس. أعمل إيه هنا؟ هو مش فاتح لي هنا غير خانة واحدة. دايس على النيو دي. فتح لي كام خانة؟ أدي أول خانة. تاني خانة، أنا محتاج أدخل كام خانة؟ 1 2 كام خانة؟ 12؟ أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، إيه؟ مش هيحطها. طلعت معاك؟
انت برنس وراجل مبروك. طلعت معاك خلاص والله اهو انا دي مسحت اهو. تمام كده حطيت خانه. انا هجرب الراجل بيقول انا ما جربتهاش قبل كده الصراحه. عملت ايه؟ لا ما هو الراجل انت عملت ايه؟ وما عملت خانات؟ زودت خانات؟ خانه واحده صح هو هيتعمل خلاص اوكي ماشي. كنترول سي يا باشمهندس. ايه الاثنين بالمره؟ ماشي الاثنين بالبر. كنترول سي انا عايزها واحده واحده عشان نستنى. كنترول سي واجي في اول خانه ادوس كام؟ كنترول في. ايه اللي حصل هنا؟ رسم لي مين؟ الباتن. بس انا عايز الباتن كده مضلعات كده. لا معلش هو عامل ايه هنا؟ شايف الستيب وايز دي؟ اخليها مين؟ كونتينوس. رسمها لي ازاي؟ شبه اللي احنا خدناه الترم الاولاني. تمام؟ قبل ما اقفل في حاجه اسمها هنا ستارتنج ملتبلاير. لازم ادخل هنا الرقم كام؟ هو الفاكتور اول فاكتور كتبته كان كام؟ 0.62. يبقى لازم هنا يبقى كام؟ 0.62. ايه؟ بعد الكنترول في. ده الشكل اللي ظهر معاك صح؟ تمام؟ طب انا عايز اخليه سموس شويه، انا راجل تينك. تمام؟ خليتها كونتينوس. في مشكله في كده؟ هي تناكة مش اكتر، تمام؟ بعد كده في حاجه اسمها ستارتنج ملتبلاير. الرقم ده هيظهر عندك واحد، لا انا بادئ من كام؟ بادئ من 0.62، فده لازم يبقى كام؟ 0.62. تمام؟ وادوس كلوز. ثانية واحدة يا باشمهندس. انت خدت الاثنين نقلتهم ازاي؟ تاني. هنا. انا ماشي نقلتهم هنا، اعمل ايه؟ حط دوس على أول خانة. كنترول في. تمام؟ باشمهندسين، الناس عملت الخطوة دي؟ باشمهندسين شوف الستارتنج ملتبلاير عندك كام؟ ايوه الراجل ده ما كانش بادئ عنده. انا يبقى هو كان الجراف زي ما بيقول باشمهندس عمر كان محتاج يتعمل بس ريفريش، او ممكن لو قفل وفتح تاني كان ممكن يشتغل معاه. تمام هي اتظبطت، هو ممكن يكون بس حاجه في الجهاز عنده، او ممكن يكون ريفريش مش اكتر. تمام بس انت قايل له يبتدي من 0.62، يعني هو يبتدي من 0.62. باشمهندسين الناس اللي نامت، باشمهندسات لسه كل ده في الانبوت. كنترول سي كنترول في. انا عايز اعرفه بقى
وصلتوا باشمهندسين؟ زي البامب ديفينيشن بالظبط. انا عملت مين ديفينيشن؟ هل كل بوينت هيقرا الديفينيشن او هيقرا الباترن اللي انا مدخله ده؟ لا. هعمل ايه بقى يا باشمهندسين؟ شايفين الديماند كنترول سنتر برضو؟ ما هو ده اللي ليه علاقه بالديماند. تمام، قول يس. هاري حاجه هنا؟ هاري ان هو فيكسد. هل هو فيكسد؟ مش انا كنت مدخل نص في 2018 صح؟ طب انا هعمل ايه؟ كليك يمين جلوبال اديت، هيظهر لي مين هنا؟ فيكسد وناصب. اختار مين؟ ناصب. يبقى هو عمل ايه هنا؟ عند كل جوينت دخلني الباترن مين؟ ناصب. يبقى هو هيعمل ايه؟ هيضرب كل فاكتور اللي هو ده يضربه في الديماند بتاع كل مين؟ كل جانكشن. يبقى ده الديماند عند كل ساعه عند كل جانكشن. تمام؟ على مين بقى؟ الديماند كنترول سنتر. بعد عاوز كل اسمه يسمى ايه؟ ستيب وايز. تمام يا باشمهندسين، ديماند كنترول سنتر. هروح على الباترن هلاقيها موجوده فيكسد. كليك يمين جلوبال ايديت هلاقي مين؟ ناصف 2018. ادوس اوكي هيختار لي مين؟ كلهم ناصف. خلصت كده من الجانكشن؟ حد عنده مشكله؟ يبقى ديماند من الديماند كنترول سنتر من فايل اكسل، الاليفيشن من تي اكس، ايه تاني؟ الباترن عملت لها ديفينيشن ورجعت من الديماند كنترول سنتر اخترت مين؟ الباترن بتاعي. نايس لي مين بقى؟ نايس للتانك. تمام؟ باشمهندسين نمسكهم كل واحده واعملها ولا ينفع اجيبهم مره واحده؟ كنترول جلوبال ايديت المره ده. خالص الكليشن اوبشن هما بتدينا ده في اس وكده بدل ما هو كده برضو ستيل، برضو هو لسه ما قراش الاي بي اس، لسه هيروح على الكليشن اوبشن. بس خليهم لما يخلصوا دول. باشمهندسين باشمهندسين ناقص لنا التانك. تمام، هنعمل فيه ايه بقى؟ هنملاه ميه. الله يفتح عليك يخرب بيت كده يا رب. ايه؟ لا باشمهندسين، هو احنا ليه حطينا تانك؟ عشان اظبط الضغط. عشان اظبط ايه؟ الضغط. عشان يملى ميه زي ما الراجل ده بيقول. باشمهندسين باشمهندسين خليكم معايا. الماسوره دي، الماسوره اللي راحت التانك دي، انا ينفع اقفلها؟ كليك اهو دبل كليك. شايفين الاوبن دي الستاتس او الانيشال؟ هي اوبن، هي كده مفتوحه، يعني هي بتطلع لمين؟ للتانك. طب لو عملت لها كلوزد هو كده قفل مين؟ يعني كده مفيش ميه طالعه للتانك. كان انا دلوقتي مش حاطط تانك وعايز اشوف الشبكه بتاعتي ماشيه ازاي من غير التانك. تمام؟ طيب هنعمل رن. بس قبل ما نعمل رن، هل احنا متاكدين ان الباترن بتاعنا ده شغال؟ الاي بي اس بتاعنا ده شغال؟ هو الديفولت بتاع الووتر جيمس ده ايه؟ ستيدي ستيت. طب عايز اغيره، نيجي على مين؟ شايفين اناليسز كالكوليشن اوبشنز بيز كالكوليشن اوبشنز؟ هيظهر لي مين هنا يا باشمهندسين؟ حاجه كده كتيره وحاجه كبيره. انا مختارها مين؟ اي بي اس. بس الديفولت عندك هيظهر مين؟ ستيدي ستيت. دوس على السهم اللي في الجنب هتلاقي اي بي اس صح؟ تقوم مختار مين؟ الاي بي اس. يبقى الناس ما تنساش الحته دي. لا واحده وتاني بقى. ان انا لما اجي اعمل رن هو هيثبت الديماند ده مع الزمن.
بس انا برضو بس انا مديله باترن. انا قلت له لا يا باشا ده هو مع كل تايم الباترن ده او الديماند ده بيتغير. هو ريستيد ستيت لازم انا اخش اغيرها اخليها ايه اي بي اس تاني. مش ونسين مش ونسين هو الديفولت بتاع الجهاز ده ايه الستيدي ستيت ان الديماند ثابت حتى لو انا مدخل له مين الباتر حتى لو هو باتر هو مش هيقرب باتر ما دام ستيدي ستيت يبقى الديماند ده هيثبته. طب انا عايز ادخل اي بي اس شايفين اناليسز كالكوليشن اوبشنز البيس كالكوليشن اوبشنز دبل كليك هيظهر لي مين هنا التايم اناليسز تايب هي هتبقى مين ستيدي ستيت انا اخليها مين اي بي اس. اي بي اس دي معناها باشمهندس اكستندد بيريود سيميوليشن اللي هي هي مش عارف اترجمها لك بس ان هو الديماند بيتغير مع الزمن يعني في الساعه الفلانيه في ايه وهو الباتن ده يضربه في الديماند يضربه في الديماند الثابت يحوله مين متغير. تمام يا رجاله رجالتنا مين اللي انا ليه ايه بعد البيس كالكوليشن اوبشنز دبل كليك ظهرت لي حاجه اسمها البروبرتيز كالكوليشن اوبشنز تمام اللي هو الجدول على الجنب ده هاجي في الحته اللي هي التايم اناليسيس تايب تايم اناليسيس تايب الاقي قصادها مين ستيدي ستيت. هل انا عايز ارن ستيدي ستيت اجري ستيدي ستيت لا انا عايز اجري مين اي بي اس ان الديماند بيتغير مع مين عشان انا مدخل باترن ايه لازمه الباتر اللي انا مدخله ده يبقى لازم يران مع مين لازم الديماند يتغير مع التايم. تمام باشمهندسين الناس دخلت الاليفيشن دخلت الديماند نجري قبل ما نجري في حاجه اسمها ايه فاليديت يعني ايه لو في ايرورز يطلعه لي قبل ما اعمل مين ران قال لي نو بروبلمز وير فون تمام او فاوند تمام هتظهر لك المشكله في المسج اي دي تحت هنا المفروض ان انت لما تترجم المسج دي تعرف ايه اللي ناقص او ايه الغلط ايه هي هتظهر لو في ايرور هيظهر لوحده 17 ايرور نبص للراجل ده
سواح لي يا اسطى يا عاوز ايه؟ ايه ده؟ مش شايفة اصلا مش شايفة من عندي دي هو بقى يجي يعملها انا برضو واقف عندها مش عارف شغال انا لو اقفل انا مجي شغال يا بقول لك ايه يا محمد بصور فيديو احسن والله صورة التانك دي بقى فيها ازاي؟ الديليفيشن كان بزيرو عدتنا الارقام دي تمام باشمهندسين رننا جرينا الناس اللي بتحكي ورا دي يا باشمهندسين الناس اللي بتحكي هي حاجه حلوه يعني دي مش حاجه حلوه على فكره ايه الايرورز اللي طالع No problem.
جرينا يديني الماسوره بتاعه التانك واعملها رن اعمل ازاي تخليك سيبك من التانك دلوقتي طب ماشي الرن منين الرن ربع على الخط صح ده الخام ده على الهيد 90 مش مهندس انا خلاص ما طلعتش انت مدخل الافيشن صح شور طيب ايه الاوتبوت بتاعتي المفروض هتشيك عليه عشان ابقى انا اشوف الديزاين بتاعي صح ولا غلط الفيلوستي وايه تاني الفيلوستي وايه تاني والهيد لوسز وايه تاني والبريشرز تمام يبقى انا دلوقتي هفتح الفليكس تيبل بتاعتي وادوس على البايبس ظهر لي مين هنا باشمهندسين ليك ايه خلينا بس دلوقتي يعني نصايه كده ايه قول لي ايه ده باشمهندسين معايا ايه اللي ظهر هنا باشمهندسين الفيلوستيز بتاعتي تمام وايه اللي ظهر هنا الهيد لوسز احنا قلنا الفيلوستي بتبقى من كام لكام من بوينت 2 لحد كام ل 2.5 باجي اشوف هنا عامل سورت عايز اسهل على نفسي اخليها اسندنج يبقى الصغير كام 0.07 والكبير 1.91 تمام البوينت 7 دي مالها وحشه طب عايزين نشوف هي دي فين شايفين دي كده هنا على اليمين خالص على الشمال خالص دبل كليك زوم 2 ادوس على زوم 2 هيجيب لي الحته اللي فين او الجانكشن اللي فيها مشكله او الماسوره اللي فيها المشكله تمام ثواني هي بايب 11 تمام فين بايب 11 هي فين بايب هي دي ايه المشكله بقى في بايب 11 دي السورت ده مش هيغير ترتيب هو هيبدل الصفوف يعني البوينت 7 في البايب دي ماشي لا 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 ما انا قلت لك انت لما بتعمل سورت لما بتعمل سورت بياخد الصف ده لوحده الصف ده لوحده يقوم مرتبه يعني ياخد السورت الفيلوستي مع البايب اللي قصادها مش هيرت لا تمام طب باشمهندسين السرعه البوينت 07 دي في انهي ساعه مش احنا قلنا في اي بي اس تمام
طب انا هاجي هنا معلش وادوس على البايب تاني واخدها من على جنب هنا كده. تمام؟ في حاجة اسمها يا باشمهندسين فين ده؟ هي دي. في حاجة اسمها التايم براوزر. عايز اشوف بقى مع الزمن انا خلاص اكتشفت ان هي كويسة اغلبية المواسير تمام؟ بس الماسورة دي مع الزمن عاملة ازاي؟ طب انا هلف ادي انا هبتدي من الساعة 0 تايم براوزر تاني شايف دي؟ اللي جنب الكمبيوت دوست عليها هتظهر لك في الجنب على ايدك الشمال. تقوم بادئ من الساعه 0 فين دي يا باشمهندس؟ اهي دي تايم براوزر. تمام ظهرت هنا فين؟ ظهرت كده. تعمل رن. عملت رن. عملت رن تاني خطا في عند الرساله دي ان هو خطا في الضم. دخلت عرفت الضم دخلتها 40 جدا كويس. طب ما هو بص يا باشمهندس ممكن يكون مش مختار الضم مثلا كده. بص دي نون لازم تعرفها. ما انت اخترتها ماشي بس انت لازم تختارها هنا. تمام؟ جالي التاني باشمهندسين عشان نخلص. باشمهندسين عايزين نلعب الاسئله الجانبيه طلع واحده بقى نخلص. ماشي باشمهندسين مش كل واحد لازم يجرب بايده يا جدعان في فيلم. انت زي عصبت الراجل. باشمهندسين خليكم معايا. باشمهندسين الموضوع سهل وبسيط. احنا قاعدين ان شاء الله نقعد ل 4 5 انا ما عنديش مشكله. اهم حاجه تطلعوا فاهمين ايه. وانا ما عنديش مشكله. انا بقول لك انا ما عنديش حاجه. انا هروح اتفرج على ماتش الاهلي والنصر وانام. تمام؟ هو النهارده؟ لا ما اتفرجش على الزمالك ده. ماشي. خلصنا على الماتش يعني. باشمهندسين التايم براوزر ده عند الساعه 0 كانت السرعه كام؟ 0.39 وانا مرتبهم كانت السرعه حلوه 0.39 في الساعه 0 تمام؟ منطقي ليه؟ الساعة 0 الساعة 12 بالليل مفيش حد بيستخدم السرعة ماشية كويسة تمام؟ طب معلش أنا هكبر بتاعي دي شوية حلو عشان أبص نظرة ثاقبة كده على كل مين؟ أولاً الهيد لوسز وحداتها بتبقى إيه يا باشمهندسين؟ متر لكل كيلو متر. أوكي؟ طلع الرقم ده كام؟ زي ما هي حولها كده تمام؟ واضح إن أنا عندي مشكلة فين؟ في اللوسز؟ الماسوره رقم كام؟ اللي هي الماسوره دي تمام؟ بس انا المفروض كده كده انا اقفلها يعني انا هعمل كده وامسح وهرن تاني. انا مش 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 حاطط تانك دلوقتي. انا هشوف الشبكه بتاعتي عامله ازاي من غير تانك. احنا ناقصين على المسا ولا في ايه؟ باشمهندسين انا مش مدخل الديماند الصح بتاعك تمام؟ بس انا هعمل ايه؟ طيب لازم ادخل الديماند بقى. حد يمليني الديماند بسرعه؟ كام؟ 2660. كام؟ 3320. 3990. تلات آلاف كم؟ ماشي 1995. 1995 يا دي 1995 تمام. 13-30 كم؟ 13-30 33-25 اترحالها باشمهندس. جنكشن 3 دي واربعة كام؟
تمام؟ شايفين السرعات عندي يا باشمهندسين؟ تمام؟ السرعات عاملة ازاي؟ أنا مرتبها من الصغير للكبير 0.26 عند الساعة 0 تمام؟ طب أنا همشي بالتايم براوزر بتاعي. إيه اللي حصل للسرعات؟ بتتغير ولا لأ؟ صح؟ طب واضح كده أنا عندي مشاكل فين؟ لما أنا مشيت البراوزر بتاعي هرجع تاني. شايفين اللي الصغير فوق 0.9 0.10 0.11 0.13 0.13 واضح ان الفلوستي هنا مالها قليله والديامتر هنا عامل ايه 200 هل ينفع اغيره لا عشان اقل مينيمم عندي كام 200 طب لو كانت 300 اخليها كام 200 وارجع اعمل ران وابص على مين هنا خلاص انت ما قدامكش حل هنا السرعه هنا كام 200 او الديامتر هنا 200 والسرعه هنا انت ما قدامكش حل تمام هتسيبها زي ما هي زي في الصرف لو انت عندك اول بيت في الشبكه لازم احنا قلنا مينيمم ميه الصرف وسرعه الميه الصرف ده كام 0.45 هل في بدايه الشبكه خالص تبقى 0.45 انت هنا بقدر الامكان بتخلي 95 96% من الشبكه من الكونديشن بتاعتك طب حاجات فلتت عنك او فلتت منك غصب عنك مش هتقدر تعمل لها حاجه تمام يبقى السرعات مين اللي بيتحكم في السرعات الديامتر طب خلاص وصلت لاخر ديامتر تمام طب الهيد لوسز لا الهيد لوسز واضح انها ماشيه كويس احنا قلنا الماكسيمم من كام لكام من 2 ل 6 طب ابص تاني كده تاني التايم براوزر بتاعي ادي الزيرو ايه اللي حصل ايه اللي حصل لللوسز بتاعتي تاني هرجع بالراجع اهو التايم براوزر دي استفدنا منها يعني ان انت لازم تظبط تحاول تظبط الشبكه بتاعتك في ايام اليوم في ساعات اليوم تمام يعني شوف قارنها بالرينج بتاعي بالرينج بتاعك اه ما تعديش ولا تقل عنه غالبا لا بص انت مش ساحر باشمهندسين محدش هيظبط الشبكه كلها بس احنا بنقول ايه من 95 ل 96% من الشبكه لازم تكون مالها مظبوطه في حاجات هتفلت منك استحاله انت مش ساحر ليه عشان الباترن اللي احنا مدخلينه تمام الشبكه مش هتتظبط معاك بس احنا بنعمل ايه بنحاول نحسن الشبكه بتاعتنا بس ما اجيش الاقي واحد الشبكه كلها الفيلوستي على مدار اليوم بايظه خالص يبقى يقول لي لا يا باشمهندس ده لا لا تمام احنا بنقول من 95 ل 96% من 97 الشبكه مظبوطه هتفلت منك 10 9 8 مواسير تمام يا باشمهندسين ما خلاص بقى يا رجدع انت بقى تمام يا باشمهندسين ايه اللي حصل للفلوستي انا شايف ان اول واحده دي معلش هي ال 200 الفلوستي فيها 0.13 وعماله 0.10 0.9 طب الديامتر بكام ب 200 طب في ديامتر اقل لا يبقى معلش انا اسف انا هضطر اسمح بيها تمام لو كانت الديامتر 300 400 لا هغيرها تمام يا باشمهندسين طب عايزين نبص بصه كده على الجنكشن بص هو اللوسز هتسيبها زي ما هي مالهاش حل تاني في حل تاني يا باشمهندس عمر بس كده هي مينيمم لوسز خلاص يعني هي مش مشكله اهم حاجه ما تزيدش عن الماكسيمم هي اه في مشكله لو هي مينيمم بس انت ما قدامكش حل تاني انت قدامك المواسير كام 200 هل ينفع تكبر ولا تصغر لا ده انت عايز تصغر تمام فاللوسز اللي هيحصل لها ده هتصغر اكتر بس هي اوريدي صغيره فانت هتقف عند الحال انت اللي هيحكمك ساعتها بقى الفيلوستي ايه لا اهم حاجه ما تزيدش عنه ما تزيدش عنه يبقى انت محتاج تكبر الديامتر بتاعك تمام طب يا باشمهندسين ايه الحاجه الثانيه اللي انا بتشك عليها احنا قلنا فيلوستي والفيلوستي واللوسز طب ايه الثالثه البريشر البريشر دي بلاقيها فين في الجانكشن شايفين البريشر عامله ازاي 2.7 2.67 2 مش عارف كام هو احنا الليميت عندنا من كام لكام من 2 ل 6 تمام طب انا عايز اجري التايم بتاعي عندك حاجه في البرسيشن
التقريب. كليك يمين يونس اند فورماتنج، هتلاقي ان الديسبلاي بريسيجن 2 او 0 صح؟ لا خليه 2 خليه 3 تمام. باشمهندسين انا كده عندي مشكله في الشبكه كجنكشن كبريشر، طب ممكن الهيد اللي انا مديه اقلله شويه؟ ما انا لقيت ان انا البريشر عندي كويسه تمام. طب ممكن اقلل الهيد بتاعي شويه، بدل ما اخليها 40 اخليها 35 وابص على البريشر عامله ازاي؟ ممكن اخش على مين؟ واخليها كام؟ وليكن 35 ورن وافتح مين؟ جانكشن وابص على البريشر بتاعتي تمام؟ واشوف التايم براوزر ماشي كويس لحد دلوقتي. في مشكلة؟ قابلتنا مشكلة؟ فين بقى الاقل من 2؟ ظهرت لنا اقل من 2؟ تاني. أنا مرتبهم ولا أنا مرتبهم؟ ما مرتبهمش؟ One point 8 6 One point 9 One point 9 4 المجمل تمشي يعني. بس المجمل مالها؟ تمشي. معلش ممكن نتغاضى عنها عادي. طب معلش انا هغير برضو البمب تاني، ما انا كليتها كويسه انا عايز ابوظها عشان احط التانك بتاعي تمام. هعمل ايه؟ بمب ديفينيشن. انا لحد دلوقتي ماشي بهدات كويسه جدا. طب معلش الهيد ده خليه كام؟ 30. ما هو ده تراند ايرور تمام. وافتح مين؟ الجنكشن. شايفين البريشر؟ بدأت اللي حصل؟ لا الوحايد كترت صح؟ لا ده قلت خالص، ده واحد ونص، ده كده مشكلة. ابتدى استهلاك الناس للميه تقل، فالبريشر اللي ماله زاد. طيب لازم نعمل تانك بقى تمام. هو انت غالبا هنا الشبكه مسيبه، انت ممكن ما تعملش تانك هنا، بدليل ان احنا شفنا لما حطينا الهيد الفلاني الشبكه ظبطت. اللي انتوا هتقابلوه في المشروع بقى، انت عندك 500 جنكشن الهيد مش هيظبط، فانت تعمل ايه؟ لا انت تلاقي ان انت اديت 80 90، لا انت كده دخلت في ارقام يعني خرافيه. فهتعمل ايه بقى؟ ايه؟ يعني انت ماكسيموم 60 متر. فوق ال 60 يبقى انت عندك مشكله بقى. يبقى انت تضطر تروح لمين بقى؟ للليفيت التانك، تمام؟ ايه بقى وظيفه الليفيت التانك يا باشمهندسين؟ ان هو هيظبط لي مين بقى؟ هيظبط لي الضغوط على مدار اليوم. طب ندخل ازاي بقى الليفيشن تانك؟ ما هو ده اهم حاجه. انا هنا ما ظبطتش عندي عند مين؟ هيد كام؟ 30. طب انا عايز احط مين؟ الليفيشن تانك بتاعي عشان يظبط لي. انا خلاص ما قداميش غير البامب دي بالهيد ده، ما قداميش حاجه تاني في السوق. يبقى انا هعمل ايه؟ الليفيت التانك. اسال الليفيت التانك تمام. باشمهندسين الناس معايا؟ انا عارف ان انتوا فرهدتوا بس لا مش عادي، هو المفروض ما يطلعش معاك نيجاتيف بريشر. ما هو نيجاتيف بريشر معنى ان انت قليت عن الزيرو بار، انت مش واصل للناس دي. مش نيجاتيف بريشر يبقى انت عندك في الشبكه ممكن يكون انا منزل، يبقى انت من 37 فما ازيد انت محتاج تزود الهيد بتاعك لحد لما توصل ل 2، المينيمم بتاعك 2 تمام. باشمهندسين عايزين ندخل بقى مين؟ الليفيت التانك بتاعنا. نرسم الليفيت التانك. كنا بنرسمه ازاي؟ اول حاجه الباي، تمام يا باشمهندسين. طب الليفيت التانك ده يا باشمهندسين عايزين نعمله ديزاين. نعمله ديزاين ازاي بقى يا باشمهندسين؟ عايزين نشوف الانبوت بتاعه عامل ازاي. لو عملت عليه دبل كليك هلاقي في حاجه اسمها ايه؟ الليفيشن بيز. عد معايا الليفيشن بيز، الليفيشن مينيموم، الليفيشن انيشال، والليفيشن ماله؟ ماكسيموم تمام.
وعندي حاجه تانية اسمها مين الفيزيكال بتاعه الاليفيشن. الاليفيشن بيز يعني ايه يا باشمهندسين؟ دي اخر حاجه هنقولها. تمام، انا عندي التانك كده اوكي ومحطوط على الارض صح، يبقى الاليفيشن اللي على الارض ده هلاقيه فين؟ في الفيزيكال اللي هو عند صفار. لما اعمل التيركس هو هيلقط مين هنا؟ هيلقط الاليفيشن ده. تمام باشمهندسين، اللي في الفيزيكال الاليفيشن لما دخل التيركس هو هيقرا الاليفيشن. التانك ده الحته دي منسوبها كام؟ هو ايه بقى الاربعه التانيين البيز والمينيمم والانيشال؟ ادي البيز. تمام، فاكرين التيم الاولاني في اخر سيكشن خدنا حاجه اسمها الحريق، وقلنا احنا بنخزن فيه حريق وبالتالي فيه منسوب مين؟ مينيمم. وعندي مين؟ ماكس. منسوب المايه جوه عامل ازاي؟ تغير يعني لو ينزل بيتغير، يبقى في حاجه اسمها ايه؟ الانيشال. هو هيبتدي من فين عشان يبتدي يعلى وينزل؟ يبقى احنا عندنا كام حاجه؟ أربعة. عندنا اليفيشن في الارض وده هنعمله من التيركس مفيش مشكله. عندنا اربعه اليفيشن، بيز ومينيمم وانيشال وماكسيمم. تمام، عندنا حاجه تاني، هو نوع الاليفيت التانك ده ايه؟ مربع مدور شكله عامل ازاي؟ ايه الانيشال اللي هو المنسوب ده هيبتدي التانك ده هيبتدي من منسوب كام؟ فاكر البلس اللي فاكر انت البي او الاي الماينس اللي كنا بنحطها في الجدول؟ احنا بنقول من 12 بالليل بيبقى عندي مخزون بادئ من كذا، هو ده الانيشال بتاعي اللي هو هيبتدي على كام وينهي ويخلص على اليوم ده على كام. تمام، اللي هو هنا فاكر لما كنا بنرسم التانك بتاعنا الكيرف بتاعنا ده صح؟ كان بيبقى عندي عجز كده، كنا بنقول بنشفت الكيرف ده كده، يعني بيبتدي من الساعه 0 عند كام؟ بكميه فوليوم معينه. لو قسمت الفوليوم على ايه يديني مين؟ بارتفاع اللي هو الانيشال. تمام، طيب احدد الحاجه الثانيه، الشكل ده عايزه سيركلر ولا مربع؟ احنا هنختار مين اللي احنا خدناه الترم الاولاني؟ سيركلر. هاجي هنا هتلاقي عندك السكشن في نون سيركلر وفي فاريبل اريا وفي مين سيركلر. لا انا معلش انا ماليش دعوه، انا هختارها مين؟ سيركلر اريا. حاجه ثالثه الديامتر، الديامتر كنا بنختار كام؟ ما يزيدش عن كام؟ 5 كده على 40 متر. فاكرين ايه ده؟ امال اللي فكرت كده ايه؟ فيها 5 كده، ايه اللي 5 دي؟ الليفيت التانك يا باشمهندسين الترم الاولاني كنا قلنا ما بيزيدش عن كام؟ عن 40 متر. تمام، انا هدخل الديامتر هنا عندي كام؟ 30 وليكن 30. يبقى انا دخلت النور، دخلت الديامتر، وهو هيلقط الاليفيشن، ناقص لي اربع حاجات بقى انا اللي هدخلها، البيز اللي هو منسوب الحله والمينيمم والانيشال والماكسيمم. هضرب اي ارقام كده؟ من التيركس هدخل اي ارقام كده؟ هنعمل ايه؟ الديبس اللي قلب التانك نفسه 5. ما هو الداكا هنترجمه بقى هنا، اللي هو المفروض الديبس ده اللي هو الفرق ما بين الماكسيمم والبيز. ماشي باشمهندسين، هنعمل ايه؟ باشمهندس عمر قال حته حلوه، قال لي عليها، قال لي يا باشمهندسين انا طالع من التانك ده من انهي اليفيشن او من انهي جانكشن؟ من الجانكشن دي صح؟ لو عملت دبل كليك وقلت حاجة عند الجراف، تمام؟ وقلت اوكي، رسم لي مين؟ رسم لي جراف. أقصى قيمة فيه كام؟ 43، وأقل قيمة فيه كام؟ 37. يبقى أنا الريجات بتاعتي هتلعب من كام لكام؟ من 37 لحد كام؟ 43. إيه؟ ده الهيدروليك جراف عند النقطة دي. ده لا ده ما هو بريشر اتحولت لهيد هيدروليك جريد بريشر. بريشر بشوف الماكسيمم بريشر عند النقطه دي هيوصل لكام والمينيمم بريشر هيوصل لكام، وبالتالي الليفيت التانك بتاعي هيلعب في مين؟ في المنطقه دي. الناس واصله؟ الناس اللي تنحت تاني باشمهندسين، انا طالع من انهي جانكشن رايح للتانك؟ من جانكشن رقم 8. كليك يمين، هرسم حاجه اسمها، ادوس على حاجه اسمها جراف. تمام اوكي، رسم لي مين هنا؟ رسم لي الهيدروليك جريد
مع التايم. اقصى بريشر وصل للنقطة دي كام؟ كان 43، واقل بريشر تقريبا كان 36.5. يبقى انا هحط التانك بتاعي قريب من النقطة دي، يبقى متوقع اقصى منسوب هيوصل للتانك كام؟ 43، واقل منسوب هيوصل له 37. يبقى التانك بتاعي هيوصل فين؟ ما بين النقطتين دول. طيب انا هقعد اجرب بقى، خلاص انا عرفت المبدأ بتاعي فين، تمام؟ وليكن اخش الدبل كليك، البيز بتاعي احطه على كام؟ اخليه 36. غلاسة، انا هجرب 36. لا ده منسوب الحلة بتاعتي، ما انا عندي منسوب الحلة وعندي شوية فاير هياخدوا لي منسوب هسميه المينيموم اللي هو انا مش همسه مش هاجي جنبه. ده مخزون استراتيجي اتفقنا التيم الاولاني ده في التانك، لو حصلت حريق هاخده بس ده ثابت، فده المينيموم. يبقى التانك بتاعي بيتغير من مين لمين؟ من المينيموم والماكسيموم بينهم انيشيال اللي هو اليوم بتاعي هيبتدي من كام، تمام؟ 36. طب والمينيموم بتاعي قول هزود متر اخليه كام؟ 37. طب والانيشيال بتاعي اقول مثلا الدبس بتاعي كام؟ مفروض هاخد الدبس بتاع التانك ده وليكن 5 متر، يعني الفرق ما بين الماكسيموم ومفروض المينيموم 5 متر. خلاص انا هحط الماكسيموم كام؟ 42، والانيشيال حاجه ان بتوين اخليها 39، 40. تمام، هعمل ايه؟ ران. اعرف بقى ازاي التانك بتاعي ده كويس. فاكرين الكيرف بتاعنا؟ هاجي دبل كليك برضو كليك يمين جراف. ايه اللي حصل هنا؟ معناته ايه؟ هو انا كده التانك بتاعي 100 100 بيرفكت. ليه؟ عشان بيملى ويفضى ويرجع يملى تاني. طب حته تانيه شايف الساين كيرف دي؟ لو جبتها لي كده اديك امتياز في المشروع على طول، تمام؟ طب معلش انا هغير الليفلز بتاعتي، انا هعلى ولا انزل؟ هنزل، خلي دي هبوظها لك ما تقلقش. 30 تانك ازاي؟ افتح الجراف، افتح الجراف بتاع التانك نفسه. ظهر معاك ايه بقى؟ باشمهندسين الناس طلع معاها الجراف ده حاجه شبه كده؟ طيب ولا اي حاجه مختلف؟ اقعد معايا وما تسيبش معايا. في ناس ما رنتش، في ناس نسي تعمل رن وفتحت الجراف ما مش هيقرأ حاجه، لازم ترن الاول. تمام، ما انا كده مش شايف، هو كده مش شايف حاجه، انا لازم كده مش شايف. خليك شويه احنا هنقعد مع بعضينا، اللي عايز يمشي بس انا اقعد معاه. تمام باشمهندسين، طلع معاك الاس كيرف ده؟ الناس انا حاسس انها قعدت تنلحت الناس طلع معاها الاس كيرف. طب انا هبوظه عشان الناس تفهم، لو الشكل ده طالع له يبقى المشكله في ايه. تمام، انا هخلي دي 30 ودي 31 واللي بعديها خليها 33 واللي بعديها
36 تمام؟ وهدوس الرن بتاعي وارسم، ببص على الجراف بتاعي. ركزوا معايا يا باشمهندسين، ايه اللي حصل هنا؟ بيملى على طول مليان، ما بيفضاش. معناته ايه بقى؟ ليفل على طول الترمبه بتوصل له ميه، هو ما بيفضاش على طول، على طول بيملى. يبقى ايه المشكله؟ واطي هنا، منسوب واطي، لازم اعليه شويه عشان ما يلحقش يملى، او ما يلحقش يملى تاني، يفضى. على ما يملى تاني يكون الهيد العالي وصل له فيملاه. منسوب الواطي، منسوب الليفلز اللي انا مدخلها، منسوب التانك نفسه، المناسيب الاربع مناسيب اللي انا دخلتهم. يعني التانك نفسه واطي، التانك نفسه واطي تمام، صغير، انا محتاج اعليه شويه. ليه؟ ايه الفكره من الليفيت التانك يا باشمهندسين؟ هو بيخزن امتى؟ ساعة لما الديماند يقل، لما الديماند يقل ايه اللي بيحصل؟ البريشر بيعلى، يوم ما يعلى هيوصل للتانك يعمل فيه ايه؟ يملاه. طب لما الناس تبتدي تستهلك، الديماند يقل، ايه اللي يحصل؟ البريشر يوطى. ايه اللي هيحصل؟ المايه هتوصل للتانك؟ لا، المايه هتروح للناس، واللي في التانك اللي يحصل له هينزل، ينزل مين؟ طب امتى يطلع تاني؟ لما الناس تنام، البريشر يزيد، يوم مالي مين؟ هنا، هنا بيلحق يفضى؟ لا، لان على طول، على طول اليوم الترمبه بتوديه، يبقى هو على طول بيملى. هو مش حكايه بيعمل عيب، انا كده ما استفدتش منه باي حاجه بالظبط، بيبقى بيعمل عيب، هو بيسحب، او هو مش مستفيد انا بالفانكشن بتاعته. ايه الفانكشن بتاعته؟ يخزن لي شويه ميه فوق، يوم ما يحصل لي عجز ينزلها لي، يوم ما يزيد معايا كميه ميه يطلعها لي. هنا، هنا اللي بيحصل، لا ده هو على طول مليان وما يعني ما بينزلش ميه، على طول المية رايحة ما بتنزلش ما بيفضيش. يبقى لو ظهرت المشكلة دي يا باشمهندسين، اعرف ان التانك ماله واطي، محتاج يعلى شوية. ينبقى استخدم اكتر من الليفيت التانك مع بعض؟ لا، هو حاول تخليها واحد، هو هيثبت معاك واحد تمام، لان الكوست بتاعها بقى جدا شوية. باشمهندسين الناس مجمعة؟ طيب تاني، لو انا عايز ابوظه تاني عايز اعمل ايه؟ عايزين عالي قوي بقى، عايزين نبقى عالي قوي؟ ماشي، حاضر، خمس دقايق. مين؟ والله العظيم؟ باشمهندسين هقول هرسمها، هرسمها دراسات عليا مش تبع. باشمهندسين عرفنا، باشمهندسين عامل كده على طول مليان، ايه مشكلته؟ الليفيشن، لازم اظبط الليفيشن بتاعه تمام، اعليه شويه تمام. طب عليته شويه وعمل لي كسره كده في النص، ابتدى يفضل الليفيشن بتاعتي كده مظبوطه، يبقى المشكله فين بقى؟ في الديامتر بتاع التانك، الديامتر التانك بدل ما كنت مخليه 30 اخليه مين؟ 35. الاقي مين؟ ابتدى يكسر كده وماشي شويه كده، ما ظبطش لسه قوي، اعمل ايه؟ زود ديامتر تاني لحد ما انا اعمل ايه؟ تمام يا باشمهندسين؟ الحته دي مهمه. انتوا عارفين انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ كده يبقى ايه اللي حصل له؟ في مشكله في الاليفيشن. ماشي وكسر كسره، يبقى انا عرفت ان هو ابتدى يملى ويفض، يبقى الاليفيشن بتاعي ماله؟ مظبوط. طب ايه المشكله ساعتها بقى؟ في الديامتر بتاعي. اكبر الديامتر الاقي الشكل بدا يعمل اس شيب. تمام؟ باشمهندسين حتة أخيرة، بصوا معايا هنا حتة أخيرة، لازم أعرف إن التانك ده لازم أكون أنا مستفيد على الأقل من 99% من الفوليوم بتاعه. يعني أنا ما كنتش مديله فوليوم على الفاضي، ما كبروش على الفاضي، ما اديلوش دايمنشن على الفاضي تمام؟ لا أبوس إيدك مش على النوم. فبعمل إيه؟ كليك، وأنت محالف صح؟ باشمهندسين نفس الجراف تمام؟ بس ساعتها هختار انهي جراف؟ اللي انا كنت برسمه الهيدروليك جراف ده. لا انا هروح للبرسنت فول. هل اعرف؟ يعني عايز اعرف هل الفوليوم كله بيتملي ولا لا؟ ولا شويه بيتملي؟ ما هو لو شويه بيتملي يبقى اللي انا مش مستفيد بالفوليوم كله. فهعمل ايه؟ ادوس اوكي. لا ده هيدروليك جراف، سوري ما اخترتوش. برسنت فول. انت راسم الاثنين مع بعض. باشمهندسين وصل لكام؟ ل 100%، انا عشان كنت مبوظ الليفلز هو مكمل على 100% تمام. لو انا مظبط الليفلز هيعمل لي برده اس شيب، وقمه الاس دي واصله لكام؟
100% 99% يبقى انا كده ليفلز مظبوط ودايمنشن ماله مظبوط. تمام؟ حد عنده مشكله؟ تمام. شكرا يا باشمهندس. الفيديو عشان بتاع